أحيا المواطنون في قطاع غزة ذكرى يوم الأرض 44 بفعاليات رمزية على الحدود، وقررت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة اقتصار الفعاليات على توقف حركة السير بالمحافظات لمدة 5 دقائق والدعوة لقرع جرائس الكنائس والتكبيرات في المساجد والشرفات. وكانت الهيئة قد ألغت المسيرة المليونية المقررة مسبقا على حدود غزة واستبدالها بمؤتمر صحفي وفعاليات رمزية حفاظا على أرواح المواطنين في ظل انتشار كورونا. ونحن نستعد لإحياء ذكرى يوم الأرض وذكرى انطلاق مسيرة العودة، ولأن الفلسطيني أغلى ما نملك ورأس مالنا في المعركة، فإننا ندعو جماهيرنا إلى عدم التوجه لمخيمات العودة يوم 30 مارس الجاري، والبقاء في البيوت وعدم الخروج منها حفاظا على سلامة أهلنا وجماهيرنا الصامدة من الوباء القاتل، كما وندعوهم للالتزام بكافة الإجراءات الصحية والوقائية. ومن قطاع غزة ينضم إلي المحلل السياسي الفلسطيني سهيل ناصر. أهلا بك سهيل. بداية، هل التزم الغزيون بالدعوات أن تكون إحياء الذكرى اليوم رقمية؟ يعني الذكرى 44 لإحياء يوم الأرض الفلسطيني، بكل تأكيد الهيئة العليا لكسر العودة ورفض الصفقة أكدت اليوم بأن لا يمكن أو لا يوجد أي تجمعات للمواطنين على الحدود الشرقية بسبب وباء كورونا وتخوفات على سلامة المواطن الفلسطيني والغزي تحديدا. ولكن يعني يسبق 30 مارس فعاليات كثيرة، من ضمنها المؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية تحيي هذا الأمر من خلال التجمعات ومن خلال اللقاءات مع المؤسسات المحلية والدولية، والتأكيد على حق العودة وحق عودة الأرض بكل تأكيد. ولكن بسبب فيروس كورونا ربما استطاع هذا الفيروس أن يوقف ربما أو يؤجل فعاليات يوم الأرض إلى حين الانتهاء من هذا الوباء، هي فعاليات مؤجلة إلى حين الانتهاء بشكل كامل. لكن كيف كانت الفعاليات اليوم سهيل؟ كيف كانت ملامح الفعاليات اليوم؟ هل فعلا كانت رقمية والتزم المواطنون بتعليمات السلطات هناك؟ نعم، التزام كامل بالتوجيهات التي تحدث بها خالد البطش رئيس الهيئة العليا لمسيرات العودة ورفض الصفقة، وتحدث بشكل واضح بأن التأجيل وإلغاء الفعاليات اليوم ويوم أيضا 30 مارس هي بسبب عدم تفشي أو عدم تعرض المواطن للخطر بسبب فيروس كورونا. ولكن اليوم يعني ربما خلال الأيام القادمة حتى 30 مارس الفعاليات ستقتصر فقط على لقاءات تلفزيونية ربما مسجلة مسبقا، وأيضا مؤتمرات صحفية أيضا مسجلة في هذا الإطار مسبقا، حتى الأفلام الوثائقية وغيرها من الفعاليات التي تحدث بها خالد البطش رئيس الهيئة العليا للعودة ورفض الصفقة. سهيل ناصر المحلل السياسي الفلسطيني حدثني من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.